هذا يا ولدي الكتاب اللي ذكره أخونا الشيخ إبراهيم حاضري، وهو مؤلف هذا الكتاب، أوعز إليه أن يؤلف مثل هذا الكتاب، وهو عبارة عن مشروع تسمى بدايات العلماء، اللي هي بدايات العلوم، هم سموه العلماء، بداية العلماء، يعني العلماء يبدون بالمختصرات، فهم أتوا إلى مختصرات كل علم ويضعون له شرحا يستفيد منه المبتدئ. الحقيقة هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو كتاب ضخم، شرح للآجرمية. الآجرمية مشهورة، شروحها كثيرة جدا، وهي معروفة وهي مختصرة. أما هذا الشرح مع أنه القصد منه ترى شرح للمبتدئ، إلا الحقيقة أوعب فيه الكلام أخونا الشيخ فضيلة الشيخ إبراهيم حمادة حاضري وفقه الله، حتى سار فيه بداية المبتدئ وكفاية المنتهي أيضا، لأنه أضاف أشياء. هو طريقته يأتي بكلام الآجرمي الأصل، ثم يبدأ بعد ذلك يشرح لك كلامه، ثم يأتي بعد ذلك بالخرائط الذهنية له والتشجيرات، ثم يأتي بنظم نظم أحد العلماء له، ثم يأتي بالتطبيقات والأسئلة اللي فيها تمرين الطلبة. الكتاب كله على هذا، سمى بداية النحو شرح الآجرمية ونظمها، هذا النظم قلت لك قبل قليل، ومعه تشجيرات وتدريبات. طبعا هذه الطبعة الثانية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم حمادة حاضري وفقه الله، وهو اللي داخل معنا قبل قليل وفقه الله. شوف يا ولدي، الباب الأول أو معنى صح المدخل جعلوه في علم النحو، مبدأه ونشأته وهم الكتب فيه وشيء من ذلك، هذا المدخل. لكن خلينا ندخل، شوف مثالها، هذا مثال، هذا الباب الأول مما أتى من كلام العلامة صاحب الآجرمية، الكلام وأقسامه. يبدأ الدرس الأول، أول ما يبدأ بكلام صاحب المتن، هذا صاحب المتن كلامه، ثم هذا كلامه، شوف لاحظ معي، بعد ذلك الشرح منه، هو يبدأ يشرع. الشرح فيه إفادة من شراح الآجرمية ومن غير شراح الآجرمية، إفادات، غالب الأمثلة إذا ما هي جلها هي من القرآن الكريم إلا ما احتيج إليه، يعني التوضيح. بعد أن ينتهي ها هنا تتمات يراها مهمة لأجل الدرس، هو ما أضاف شيئا من المسائل لم يذكرها أصلا صاحبها، لكن أضاف تتمات لابد الواقف على الطالب يقف على التتمات لنفس الموضوع المذكور عند الآجرمي في مختصره. هذه بعد ذلك مشجرات، ثم بعد ذلك يبدأ إلى النظم سيذكره في آخر شيء، وبعد ذلك يجي التطبيقات ومتطبيقات، تشوف هذه كلها التتمات في الجملة الإسمية. هذا النظم، نظم الآجرمية كما ترى، يسوق بعد ذلك لما مضى، وهذه التدريبات. الكتاب شيخنا اختار أي نظم شيخنا من الأنظام؟ الآجرمية لها عدة أنظام. هو أظن الحسين العلامة حسين بن نظم الشنقيطي أو العمريطي من؟ لا 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 مو عمريطي، لا مو عمريطي، نظم اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، هذا صاحبه. وطبعا هو ذكر هنا في المقدمة الإشارة لمجموعة ممن شرحوا هذا الكتاب وهذا النظم، ذكر النظم. طبعا هو نظم متأخر، توفي صاحبه ترى قريبا ليس بالبعيد، حتى أنه ترجم له، لكن وين راحت مني يا ولدي؟ بداية المنظومة يمكن يكون ذكرها، المنظومة، منظومة في النحو، منظومة في النحو. من هو صاحبها؟ ما سرد المنظومة، لو سردها شيخ أنا ممكن يكون ذكر في بدايتها. لو سرد المنظومة يكون ذكر في بدايتها، بعدين دور عليه. طيب. راح مني والله الكتاب، وقفت على منظومة لكن راح مني الآن ما وجدتها، إن شاء الله بعدين. طيب. بعدين أنت أضيفها تحت المقطع، تحت لما تعرف على اليوتيوب أضيف صاحب الناظر.